بي تالنتس اليوم ومثل كل نهار سبت بنتعرف على مواهب جديدة شابة. اليوم رح ننتقل ونتعرف سوا على موهبة التمثيل مع باتريك جحا وسمعان عتيق. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. رح تخبرونا اليوم عن موهبتكم بالتمثيل، كيف بلشتوا؟ ليه التمثيل؟ بنعرف أنه اثنيناتكم ما درستوا التمثيل إنما كانت موهبة قوية بلشت عن عمر كتير صغير وحبيتوا أنه ما تتركوها وتصير مش بس هواية لإلكم إنما تكون كمان مهنة. رح بلش معك سمعان بداية، خبرنا كيف بلشت خبريتك أنت والتمثيل؟ التمثيل كانت مثل موهبة وكانت رغبة مثل باشن عنديها من أنا وصغير. بحب التمثيل، بحب المسرح، بحب التي في. فقررت قدو ما تبقى موهبة ونميها أكتر وكون محترف لها أكتر. بلشت تقريباً من شي 4 سنين بموهبة التمثيل، اشتغل على حالي ونمي التالنت اللي عندي إياها. لهلأ صرت يعني بالمبدأ صرت عندي 6 أعمال مسرحية وصرت مشارك بالهلأ بعملين تلفزيوني ودعيت. بس كيف كانت؟ يعني شو كان الدافع الأساسي لا يخليك تحس أو تكتشف أنه عندك هالموهبة؟ يعني هل هي المدرسة أو؟ أكيد بالمدرسة بتلعب دور بالأول بالأساس، كانت اكتشاف للموهبة أنه من أنا وصغير، وكان عندي شغلة وأروح أحضر مسرح، كنت أقعد بين الجمهور أطلع لفوق أقول أنا محلي مش تحت، أنا محلي بكون فوق على المسرح، فقررت أنه كون على المسرح فوق، وبالمثابرة الواحد بيوصل. أكيد ما في شك. باتريك اختصاصك أوديوفيزيوال، يعني ديجا عرفنا هون أنك بتحب عالم المسرح والتلفزيون والإخراج، يعني صح. قدام الكاميرا وورا الكاميرا. صح. خبرنا ليه اخترت أنك تكون موجود على المسرح وقدام الكاميرا وبمسلسلات ومش وورا الكاميرا؟ أول شغلة نقيت الأوديوفيزيوال مجال أوسع من أنه يكون تمثيل بس، وقررت كفي فيها. ساعدني تشانس أن يكون على التياتر، بارشانس كانت ما كنت مستقصد ولا كنت ضارب حساب أن يكون ممثل من الأساس، بس الموهبة كانت فيي، قررت أنه نبش على بليس أشتغل فيها أو بلش فيها أتليست، وبلشت من مسرحية لمسرحية، صاروا بحدود 6 إلى 7 أعمال مسرحيات، وفي عمل كان على السينما، كان بالسينما، وكم عمل هيك تلفزيون درامي. خلينا نحكي شوي كمان عن الخبره يلي هلا عم تاخذوها، لانه مثل ما خبرتنا انه السنين الخبره يلي صارت على المسرح كانت مثل درس لكم ومثل جامعه ومدرسه بحد ذاتها. صح. قد ايه هالشيء غير؟ مزبوط. انا بالاساس اندرس جرافيك ديزاين، وال4 سنين مسرح شغل بالمسرح كانوا 4 سنين جامعه بقلب المسرح. اللي بتكتسبيه بالمسرح بعلمك كيف كصوت، كنبرة، كبوستير جسم، كيف بتحضر الكاركتير، بتعملها ايدنتيتي دو زيرو. مثلا وقت نستلم نص سكريبت تستلمي كاركتير بتقول مثلا انا هالكاركتير بدي العبه ويكون كذا كذا كذا، حتى اللونات انا عنديها يكون عنده لونات خاصه فيه، صوت خاص فيه، لوك خاص فيه، طريقه مشيته خاصه فيه. فهذا ال4 سنين بالمسرح شوي شوي، واكيد بنضل نتعلم انه بالنهايه نحن فتره كثير قصيره، واحد بيضل يتعلم بالحياه قصص زياده قصص بلس، فبتصير تكتسبيهم وبتعلمي حالك وبتعلمي اللي حواليك حتى اوقات قصص زياده. ورش عمل عامل شيء ساعدتك هالاشياء؟ عملت ورشه عمل مع ميرنا خياط من فتره. مع ميرنا خياط انا كان عندي بروبليم صغير بالارتيكولاسيون باللفظ، فاللي ساعدني فيه انه كيف شد شوي اللفظ تبعي من خلال اكزرسيسات كنت اعملهم بالبيت، اقعد يعني حط القلم بتمي، اقعد اقرا النص اللي عم بقريه انا وحاطط هالقلم بخليني شد اللفظ اكثر تبعي. فأكيد اكيد بدي شغل اكثر، فمن خلال هالورشه العمل تعلمت هذا الشيء. باتريك، وانت وين بتلاقي حالك اكثر؟ يعني اي انواع من المسرح بتجذبك اكثر، او هل هن السينما او المسلسلات؟ اي نوع من التمثيل اللي بتلاقي حالك فيه اكثر؟ هلا از بيجينينج بلشت مسرح، بس شخصيا كرمال الاستمراريه وكرمال الاكسبوجر، اسم، الوجه وكل هالقصص حتى يضلوا في عندهم استمراريه، اكيد بدنا تي في وسينما. وانا اكيد اي بريفير ماي سيلف كون بالسينما او تي في.
بتلاقي حالك اكثر سينما او تي في من مسرح؟ من مسرح. وسمعان؟ انا بلاقي حالي ككاتب، اذا عم نحكي كتي في، كاتب مسلسلات اكثر ما نكون ممثل بمسلسلات. بلاقي حالي كممثل على المسرح، لانه غريب الاحساس وقت تكون قاعده على الخشبه، واقفه على الخشبه، كانك عم تاخذ دغري الشهاده من الجمهور اللي قدامك. وخاصه انا المسرح هلا الاربع سنين كنت عم بشتغل مسرح اطفال، الطفل اللي بيعطيك الطاقه وحتى الشهاده البريئه، صح، حبك حبك ما حبك بقول لك انا ما حبيتك. وهو التشالنجينج اكثر انك تكون عم تشتغل اكيد مع الاطفال. خلينا نشوف سوا بعض المشاهد من المسرحيات ونشوف كمان موهبتكم بالتمثيل. يلا. حلو حلو حبيته هيدا؟ اوكي، بس هيدا سعره غالي شوي، $1000. مش مهم مش مهم، هيدا طلبي. مش مهم مش مهم مش مهم مش مهم، يا عالم عم تموت من الجوع، سلرس حقه $1000. مش مهم، بتحب تدفع كاش او اوكي، لفه لفه هدية بالاول. اول شيء هدية؟ اكيد اكيد، تكرم تكرم. وبهالوقت في اشياء كتير حلوة تتفرج عليها. تا هيدي لي، هيدي للمدام. مدام؟ للمدام؟ أكيد للمدام، بعد من طريقي. Mais ce n'est pas encore fini. هاي هلا ما عاد فيني أعطي رأيي. ما بعد ما خلصت، بعده عم يتمرن. الناس على الباب برا. Je m'en fiche. Fiche. تفتح على حسابي عندي. لوين؟ يي يي، زعلي. دركني دركني منك طالعة، فلي فلي أنا فلي. هلا خفي. يلا ما بقى فينا نتاخر. بوعي مرتين ثلاثه وعم ضيوعه. قدامي. يلا. لوكس. ساعدوني ليلى، سامي، ساعدوني كلكم نستقبل مريم. حلوة موسيقية هون وأجواء هيك فيها كتير ديناميك منشوفها. شو كان دورك سمعان؟ دوري هو أستاذ سعيد، زلمة ختار كبير بالعمر. أنا هالسنة كان دوري كتير تشالنج لإلي، لأنه عم بلعب عمر معين بحياة أنا بعد ما اختبرتها، يعني دور ختيار. فكان التشالنج عندي بدي كان قعدت 3 أشهر بس راقب الختيارين على الطرقات، تعرف كيف بيحكوا، كيف بيمشوا، كيف بيتصرفوا، كيف بيفكروا، شو بيلبسوا، شو بياكلوا. فهيدا الشيء يلي أستاذ سعيد هو كاركتير شوي نرفوز، عقليته شوي شغل ايده، عنده منتاليتي معينه ما حدا عنده اياها. يعني كانت اكسبيرينس تحدي لك كمان. وقد ايه صعب هون تعمل دور انت يمكن منك معود له او ما عشته لتقدر ترجع تفرجيه وترجع تعكسه على الجمهور؟ صعب، لانه احسن ما تبيني فيك، لانه الجمهور دغري بيعرف اذا كنت عم كانك عم تكوني فيك ولا لا. ففي عالم ما او شيء ما كانت تصدق انا شاب صغير، فكروا انه لا هذا زلمه كبير ختيار. الحمد لله كان عم لاقي كثير محبه وتقدير من الجمهور. باتريك، نعرف قد ايه هلا ماشيين هيك بعصر السرعه والعالم كلها مستعجله انها توصل وتشتهر وتوصل للنجوميه، كيف فاكرين يعني وين بتلاقي حالك بالمستقبل؟ كيف حاسس انه فيك تكون عم تبرز اكثر؟ صراحه كنا عم نحكي قبل شوي انه when there's a will there's a way. الانسان اذا بده شغل لازم يسابر تيوصل له، لانه مش بنهار او هو بالبيت او هيك. والشهره هي منا كلمه بتتم، منا شيء هين اوريدي، هي مسؤوليه كثير كبيره تانسان انه ينشهر. واذا نحن بالكاريير اللي نحن عم نبنيه نطلب الشهره بس كرمال يكون في استمراريه شغل لاكثر ولا اقل. سمعان، عندك كمان نقاط قوة عديدة عندك إياها إلى جانب التمثيل والكتابة، عندك صوت كمان كتير حلو، قديه هالشي ساعدك وشو راح تسمعنا كتير سريعاً؟ أكيد كمان نكون فنان شامل، يكون صوت وحتى تمثيل وحتى يعني برقص على المسرح. راح سمع شي صغير، أنا مني أنا متمكن بالغناء بس أنه راح تفضل. نقيها حلوي أحلى من ضحكة أطفال، وخلي الزنبق يرسم لها من قلبه موال، والعصفور يترغلها ويترجم شوال، وشق الفجر ينغم لها عفراش وتنغيمي.
حلو كثير. كمان باتريك بنعرف انه مواهبك عديده. نحن كثير انبسطنا بوجودكم معنا اليوم. بنتمنى لكم كل التوفيق بمجالات عديده يلي ان شاء الله تكونوا عم تبرزوا فيها اكثر واكثر. هيدي كانت موهبتنا لليوم. ترقبونا سبت المقبل كمان بموهبه جديده. اما هلا وقفه ومنتابع لايف.